بفضل تضافر جميع الكل، كل داير يدو في هذه النتائج هذه، من مسير لا من لاعبين لا من اداره تقنيه، الكل تيشتغل. كان عندنا تخوف كبير لان كانوا عندنا اصابات في لعبنا 30 مباراه متتاليه في 3 أسبوع 1، كانت عندنا اصابه ديال العميد عزيز، كان لابا، عبد الصمد المباركي، اخميس في التسخيف قبل المباراه تعطلب ليا يوسف الترابي، كان عندي واحد التخوف، ولكن الحمد لله كاين رجال اللي قدروا يملؤوا ذاك الفراغ.